الخير عليكم حبايبي ومشاهدين، اخباركم ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله خلاص رسميا رجعت الهندسه في المغرب، يعني بعد راحه كويسه ارتحت لي حوالي سنه ونص سنتين. يعني زي ما كلمتكم قبل كده من اخر حلقه عملتها بالنسبه للهندسه، كنت كلمتكم عن اعمالي قبل كده وعن شغلي في الهندسه سواء في مصر ولا في السعوديه. كان اخر مشروع ليا المطار، مطار بورسعيد شمال القاهره. من بعدها كنت تعبت خلاص من الضغط النفسي في الهندسه، الواحد يعني بعدت عنها لان كنت حاسس ان انا هموت من الضغط النفسي. ومديري فعلا مات، كان معايا في الشغل الله يرحمه المهندس ايهاب، الله يرحمك يا ايهاب. فاخدت قرار ان انا ارتاح، ارتحت من الامراض النفسية بتاعت وظيفة الهندسة، لان الهندسة ضغط يا جماعة، شغل الهندسة مش سهل المقاولات. الهندسة عارفين عن ايه الهندسة؟ يعني انت اهو يعني ده كده شغل الهندسة، كل ده هندسة. ليه الهندسة صعبة؟ لان هي صلب الحياة. بمعنى ايه؟ ان مثلا الطبيب مش هيدخل المستشفى يشتغل فيها غير لما المهندس يبني المستشفى الاول، انت مش هتروح بيتك غير لما المهندس يعمل لك الطريق الاول، المقهى اللي احنا قاعدين فيه ده مش هقعد فيه غير لما المهندس يخلصه الاول، وهكذا. لاعب الكرة مش هيلعب في الملعب غير لما المهندس يبني المبنى الاول. فالهندسة هي صلب الحياة، لذلك ان هي مهنة مش سهلة، مهنة صعبة كدراسة كشغل. بتتعامل بقى مع فئة الصنايعية والحلفيين، انت لما بتجيب سباك ولا نجار بولون بيجي لك البيت يعمل لك شغل بيتعبك، ما بالك بقى احنا يعني بنمسك المشروع من اوله لاخره، بالاخص المعماري الفينيسيون التشطيبات او الاصلاح بيبقى اصعب من البناء. يعني انت لما تبني المبنى كده حديد واسمنت اللي هي خرسانه، او في المغرب بنقول عليها اللي هي الكوفراج، انت بتبني على طول يعني ستاندرد. لكن التشطيبات بقى واللي هو الفينيسيون بيبقى بالسنتي، بقى الشغل بالسنتي، يعني بيبقى اصعب من البنى نفسه. افتكر وانا بعمل محلات في مول مصر كنت بعمل الابواب الرولينج شاتر اللي هي بتنزل بالكهرباء، الباب بتاع المحل ده في المولات. يعني شركه جت من اسكندريه للقاهره عملت لي البابين ومشيت، والله اتصلت بيهم رجعتهم تاني عشان يحلوا الباب يفكوه ويرجعوه 10 سنتي. يعني جبت شركة بمهندسينها بالحرفيين اللي فيها عشان يرجعوا 10 سنتي. كان في مشكلة كده في المقاس مع الإزاز، ان الإزاز يقفل مع الباب، كان الإزاز يعني في فرق 10 سنتي، فقلت بدل ما اخسر الإزاز، تمن الإزاز كان غالي، قلت لا اخسر طبعا تكلفة ان الناس يجي يرجعوا. يعني المهم كل حاجة بالسنتي، فالموضوع مش سهل، بالاخص بقى في المشاريع الضخمة، القصور الملكية، الفنادق الخمس نجوم اللي بيبقى بقى استشاري بيجي يستلم منك الشغل وبالايه بالملي. الحمد لله خلاص رسميا عملت الشركة، ورق الشركة هنا في المغرب الحمد لله، يعني يا رب تكون بداية خير. ارتحت لي فتره زي ما قلت لكم، في الفتره اللي ارتحت فيها يعني ما قعدتش في البيت، عملت براند العطور الحمد لله، البراند العطور شغال، ربنا وفقني في قناه اليوتيوب، كان طبعا فرصه حلوه ان اتعرف بيكم. خرجنا شفنا المغرب، اتفسحنا، قابلت ناس. ورحلات اليوتيوب يا جماعه عامله زي ايه؟ زي الرحلات عموما، زي اللي بيدور على كنز، يعني نظام واحد بيسافر بيدور على كنز، ده رأيي في السنتين اللي لفيت فيهم المغرب. وفي الاخر الرحلة ما بتلاقيش الكنز، بتلاقي الكنز في الناس اللي قابلتهم، في الناس اللي تعرفت بيهم، في الناس اللي رحبوا بيك في كل مكان روحته، في كل مدينة زرتها، ده الكنز الحقيقي، الناس اللي انت قابلتهم انبسطت معهم، قعدت معهم، خرجت معهم، سهرت معهم. يعني كانت اجواء جميلة الحمد لله، زي ما انا مستمر في العطور، المستمر في اليوتيوب حتى مع الهندسة ان شاء الله. ويبقى الفيديوهات برضو ايه، هيبقى فيه شرح عن الهندسة اكتر. اكلمكم عن نظام الشغل. نظام شغلي كمعماري، انا مهندس تشطيبات وديزاين، اللي عايز بقى يعني بعمل. يعني في مصر كنا شغالين ازاي؟ فرق مصر والمغرب ان في مصر عادي ان هو يبيع لك الشقة على الطوب الاحمر، ما بيع يعني مش ضروري يبيع لك الشقه متشطبه اللي هي خالصه مدفنيه، لا
يبني العمارة بس يعمل شوية الطوب تقسيمة الغرف البيوت ويسيبها لك يبيعها لك كده، انت بقى خدها شطبها بقى من A to Z. اللي فاهم بيشتغل لوحده، اللي مش عارف او مش فاضي بيجيب مهندس. فانا عملت شقق، عملت فيلل في مصر، عملت مستشفيات، اشتغلت في مستشفيتين او ثلاثة في مصر، الاثنين تقريبا يعني. عملنا شغل كبير في هنا، مثلا اقول لك الطاشرون او الشيف شانتي اللي هو المشرف، يعني مش ضروري تجيب مهندس، ممكن مش ضروري تجيب مهندس لو مشروع صغير، لكن في المشاريع الكبرى يعني ما ينفعش المول او فندق 5 نجوم ما يبقاش فيه مهندسين، ضروري الرسومات وبتعمل ازبلت، يعني في شغل كتير يعني في الهندسه ضروري، من في التشطيبات ضروري من المهندس. يعني انا عن نفسي مثلا شقتي في مصر واحط لكم صورها لاول مره، انا واخدها على الطوب الاحمر، يعني شقتي هناك الحمد لله كبيره 200 متر. احنا الشقق في مصر يعني ايه بتبقى كبيره وبثمن ارخص، المغرب الاطمنه غاليه والشقق مساحتها اقل، يعني بيتكلموا في 60 متر في 70 متر، مصر بنتكلم ابتداء من 90 متر 120 معاك لحد 200 250 متر. قطع طوب الاحمر فعملتها زي ما انتم شايفينها كده في الصور من A to Z، وانا وعملتها في الاجازه كمان من ضمن وانا في اجازات بلاد يعني، وحاولت على قد ما اقدر ان انا اقلل في التكلفه. يعني مثلا الجبسون بورد، لما اجي اعمل السقف الجبسون بورد اللي هو الواح الجبس، غير لما اعمله جبس بلدي، الجبس البلدي بيبقى اغلى من الجبس اللي هو الحديث الجبسون بورد، فده قلل لي التكلفه. البورسلان مثلا في الارضيه جبته صيني، ما جبتوش بقى الاماراتي ولا الاتش دي اف، الارضيه الاتش دي اف جبتها برضو الصيني، ما جبتش الالماني ولا السويدي، وشغال وعايش الحمد لله. نظام شغلي تشطيبات، نظام شغلنا الحمد لله في الشركه، يعني معايا شركاء، معايا مستثمرين من المغرب ومن خارج المغرب، يعني مش لوحدي في الشركه، لان انا ما رضيتش ادخل الهندسه او افتح الشركه لوحدي عشان ما يبقاش العبء تقيل عليا، ضروري من الشراكه. اي شركه كبيره في المقاولات، يعني مثلا بن لادن ما كانش اسمها شركه بن لادن، كانت اسمها مجموعه بن لادن. شركه التي جي سي سي هنا بتاعت محمد بزوبع مجموعه شركات، فالمقاولات تحب الجماعة، ما ينفعش كل الشركات اللي اشتغلت فيها سواء في مصر او في السعودية، يعني في مصر كل الشركات يا اما 2 اخوات يا اما 2 اصحاب، يعني ما افتكرش ان انا اشتغلت في شركة فيها واحد لوحده غير مرة وما انبسطتش معاه، يعني قعدت بقى 10 ايام واستقلت، سبت له الشغل كده، كان راجل صعب فنظام شغل تشطيبات هنا طبعا في المغرب زي ما قلنا، هنا ما بيديلكش الشقه على الطوب الاحمر، ضروري يعني يسلمها متشطبه. بس هنا في المغرب في السكن الاقتصادي بتبقى الخامات اللي في الشقه مش اللي هي، يعني الزليج من النوع الرخيص، الخشب، الابواب الخشب عباره عن الحشو كرتون، انا شفتها بعيني الحشو كرتون السكن الاقتصادي، الصباغه السباكه البولمبيه يعني شغل كده. فاللي بياخد شقه مثلا وعنده امكانيه بيعيد تشطيبها او تقسيمها من جديد، يعني بيعيد اصلاحها من جديد، الكلام ده بقى احنا بنعمله. مثلا محامي اشترى شقه وعايز يقلبها بيرو، مش عايزها تبقى فيها غرف كتير، يعني تبقى مساحات، بنعمل الكلام ده كله، ووريكم النماذج كده ازاي الاصلاح السكن الاقتصادي تبقى بحيث تبقى حاجة محترمة، سواء في الارضيات سواء في الاسقف الحيطان الكلام ده كله. فهنا في الشغل هطبق نفس السيستم اللي مكتبنا في مصر، مكتب اخواتي دار كايرو، انا برضو هنا فتحت الشركة دار كايرو، وفي دار كايرو في مصر مكتب اخواتي نفس السيستم، هنمشي اما بنظام باقات، يعني اقول لك والله المتر ده هيكلفك ابتداء من 1500 شامل كل حاجه، بس نظام الباقات ده هينفع في الشقق ما ينفعش في الفيلل. الفيلل بيبقى نظام كوست بلس، يعني هقول لك التكلفه كذا، يعني لو الفيلا هتكلفك 100 درهم مثلا يعني هقول لك والله التكلفه 100 درهم، اقول لك التكلفه الفعليه زائد نسبه الاشراف والشغل تبع المكتب، يعني مش هقعد بقى ازود عليك في الاتمنه، لا هديك الثمن زي ما هو ونسبه الاشراف، فانت عارف انت التكلفه بتاعتك رايحه فين وهتدفع كام نسبه اشراف للمكتب، تبقى عارف كل حاجه. لان في قبل الشغل اصلا بنعمل حاجه اسمها المقايسه او البي او كيو،
او في المغرب بيقول عليها الدوفي، اللي هو بعرفك انت هتعمل خامات ايه، هتكلفك خامات كام، الشغل المصنعات كام، اللي هو انت الفيلا بتاعتك ولا الشقه بتاعتك ولا ايا كان هتكلفك قد ايه فلوس، تبقى عارف. وبرضه مفيش مشكله بالنسبه لي، يعني نظام جديد بقى غير اللي موجود في مصر، يعني جاء على بالي كده قلت اعمله. ممكن لو واحد معاه فلوس مبلغ رقم معين يقول لي والله انا عايز اعمل المحل بتاعي ولا المكتب بتاعي بالرقم ده، هل ممكن؟ اقول له اه والله ممكن، اقول له لا لازم تزيد شوية، يعني باللي معاك. الشغل تبع الشركة في المغرب كامل، بنعمل لك اللي بنيجي بنعمل زيارة للموقع، اللي عنده موقع، اللي عنده اي مكان عايز يعمل له اصلاح، عايز يعمل اي حاجة في اعادة تصميم، اعادة كل حاجة، بنيجي بنعمل المقايسة او الدوفي، بنعرفك التكلفة كام، ايه الخامات اللي انت طالبها، بنجيب احسن خامات، ما عنديش انا مثلا احسن خامات بالنسبة للداخلي، برضو الداخلي اهم من الظاهري، يعني المواسير، التيوهات اللي بتاعت السباك، الحمامات، المطابخ دي انت مش شايفها، كابلات الكهرباء اللي جوه الحيطة انت مش شايفها، فدي بجيب لك اللي هو الكابلات اللي هي احسن حاجة، يعني فعش اجيب لك كابلات كهرباء اللي هي الرخيصة تعمل لك ماس كهرباء في البيت ولا تضرب منك مشكلة، لو بيبقى الغش في كده. اشرح لكم بقى في الحلقات التانية ان شاء الله. اللي عنده اي حاجة، اي مشروع، اي فيلا، اي دار عايز يعملها، بيرو، حانوت، مطعم، كل الكلام ده هسيب لكم الرقم، الصفحة بتاع دار كايرو، خشوا اعملوا عليها اشتراك، لايك للصفحة يعني، وهسيب لكم الرقم، في رقم بتاع الهندسة دار كايرو غير رقم العطور، يعني هسيب لكم الرقم موجود في الصفحة. اللي عايز يتواصل معايا اهلا وسهلا، اللي عايز اي حاجة نعملها له يا اهلا بيه. في طبعا عروض بالنسبة لبداية الشركة، بنعمل خصومات 50% على الرسومات، على التو دي، وعلى على الرسومات الثري دي، اللي عايز رسمة ثري دي بحيث تبلو الشقة او الشغل عامل ازاي، بنعمل عليها خصومات، بتتنفذ الخصومات عند التعاقد. اشوفكم ان شاء الله كده في الحلقة اللي جاية، اشرح لكم شوية فروقات عن الهندسة في مصر والمغرب والديكورات هنا عاملة ازاي، ونشوف الزخرفة المغربية الجميلة، هصورها لكم كده في الشوارع، واللي بيعجبني في المغرب كشغل هندسة والفرق بينها وبين مصر. طبعا بلدين ما شاء الله متطورين في الهندسة، المغرب عندها اكتفاء ذاتي من الايدي العاملة، يعني بما اني اتعاملت هنا في المغرب مع الصناعية خصوصا في المحل، يعني الديبو اللي بعمله هنا في تموره، يعني بظبط فيه شوية حاجات، المغربي دماغه حلوة، يعني الصناعي المغربي الحرف المغربي دماغه حلوة، بس زيه زي المصري زي اي حرفي لازم تبقى واقف على راسه، لو سبته ساعتين هيشتغل من دماغه، هيبوظ لك الدنيا، وممكن تخسر خامات يعني شوية حاجات كده احنا في غنى عنها. اشوفكم في حلقات تانية ان شاء الله، وحبايبي ومساء الفل عليكم، وياريت يا جماعة تعملوا لايك، لان سياسة اليوتيوب اتغيرت، مبقاش يطلع الفيديوهات لكل المشتركين، يعني انا قناتي فيها 97,000 مشترك، الفيديو ممكن يوصل 10,000 واحد ولا 5,000، غير سياسته، مبقاش طالما انت ابوني عندي ما بيطلع لكش الفيديو، لازم تعمل سيرش على القناة ليه؟ عشان بيوجه الفيديوهات للناس اللي مش عاملة اشتراك، عشان يجيب اشتراكات ابوني جداد للقناة، دي سياسته يعني. حتى تلاحظوا مؤخرا كده الفيديوهات المشاهدات يعني مش في المستوى شوية، ده لان الفيديوهات ما بتطلعش للناس، فياريت تعملوا لايك بحيث يبقى الفيديو يوصل للناس ويبقى الفيديو اقوى يعني. اشوفكم على خير ان شاء الله.